طبعا غير مقنعه. يعني وين هو النقل العام؟ وين خدمات النقل العام؟ ما موجوده. أيوة. اللي احنا اللي نشوفه هاي الكيات اللي تنقل، يعني زين هذا صاحب الكيه من راح يزيد عليه سعر البنزين؟ مو راح يطلعها من اجور المواطنين؟ بل. يعني فالمواطن اللي له ميزانيه محدوده للنقل ما راح يتضرر لما تزيد عليه. المواطن العادي اللي حتى ما يملك سياره، زين هم ما يحسبون انه هم اغلبيه المواطنين، مو كل الناس عندها سيارات. طبعا الناس اللي حالتها الماديه فوق المتوسط، وهاي الطبقه الـ يعني الطفيليه اللي ايضا ما ايش راح تهتم من هذه الزيادات؟ بالتاكيد ما راح تهتم، ولكن اللي راح يهتم ويتاثر هو المواطن الانسان العادي. فهذا كلها يعني زياده الضغوطات. بعدين قضايا يعني مو فقط النقل العام، وانما الاحتياجات الاخرى، المولدات اللي ينقل بضائع، الخضروات وغيرها، هاي كلها راح تصير تكاليف، كلها تطلع براس المواطن المسكين. فهذه قضايا غير مقنعه نهائيا. وحتى قضيه الدوامات هاي من ساعة 7 لساعة 10، يعني يا عزيزي أنا بس أستغرب، يعني هم أغلبهم عاشوا في دول، يعني سمعنا بالعالم بأي مكان بالعالم إنه الدوام الرسمي بفرق 3 ساعات من 7 للـ10. أو زين المواطن أنا عندي معاملة في وزارة معينة، يعني لازم أروح يومية أتشيك أشوف هاي الوزارة شو وقت تبدي تشتغل حتى اعرف شلون اسوي معاملتي. ما يعني اجراءات غير منطقيه غير